ننتقل هلأ ونكفي مع بلمح البصر. بلمح البصر هي أسئلة سريعة وكتير هينة، مطلوب عنكم تجاوبوا قد ما فيكم بسرعة كرمال تاخدوا علامة أكتر. الفريق الأول معاكم 30 ثانية عشان تجاوبوا على أكبر عدد من الأسئلة، كل سؤال هتاخدوا درجة، ولو في حاجة معرفتهاش ممكن تقولوا باس. وده السؤال اللي انتوا هتجاوبوا عليه كلكم مع بعض. اوكي. لو معرفتوش تقولوا باس عشان ايه ما تضيعوش الوقت. تمام. مركزين؟ اوكي. يلا بينا. أي ممثلة أدت دور أم كلثوم في مسلسل أم كلثوم؟ صابرين. مين جوز أصالة نصري؟ طارق العريان. طارق العريان. طارق العريان. مين بيغني يا بلح زغلول؟ يا بلح زغلول سلطانة. السلطانة. مين بتكون أخت الفنان الراحل فريد الأطرش؟ أسماء رهان. إيه اسم الحقيقي للشحرورة صباح؟ جنت فغالي. جنت. أي سنة صدر أوبرية الحلم العربي؟ 2008. لا بس أربع علامات أخذهم الفريق الأول، بقيتوا 22، ويلا نشوف الفريق الثاني هيعمل ايه مع نانسي في نفس اللعبه. يلا يلا يلا. بلمح البصر لكينا اسئله سريعه، قد ما فيكم جاوبوا بسرعه، والسؤال اللي ما بتعرفوه بتقولوا باس. مين بطل مسرحيه الجرس؟ رفيع علي احمد. مين لحن اغنيه ست الحبايب؟ فايزه احمد. باس. مين بيكون زوجها لداليدا شماعي؟ غسان الرحباني. شو اصل الفنانه سميره سعيد؟ مغربي. سمولي بطلي من مسلسل بنات عماتي بنتي وانا. ورد الخال. لمين اغنيه اضواء الشهره؟ كارلوس ماحة. مين لحن اغنيه شفته من بعيد ليارا؟ باس. ابو جوده. خلص الوقت. قالت ابو جوده. قالت ابو جوده. لا لا جو والله قالت ابو جوده. قالت ابو جوده. لا لا سوري جو ماري رياس. بس انا باس. خمس صح وبتصيروا 20 علامة، والفريق الأول 22 علامة.